السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب الطلاب في كل مكان، أعزائي المشاهدين، معكم مستر محمود زهران مدرس اللغة الإنجليزية. وزي ما وعدتكم إن أنا هجيب لكم إن شاء الله فيديو في الحروف المركبة كلها، عشان لما تقابلنا أي كلمة باللغة الإنجليزية نعرف نقرأها. يلا بينا نستعرض معانا الحروف المركبة. الحروف المركبة بتاعتنا كلها 13 حرف. في عندي 6 حروف صغيرة، وهتلاقوا حتى مغلبة كده مع ايه؟ مع حرف ال H. وعندنا بعد كده 7 حروف كبيرة. أول حرف معانا النهاردة هو SH. حرف SH بيتنطق شين. حرف ال SH بيتنطق شين، زي كلمة ها؟ حد هيقرأ لي بقى الكلمة ديت؟ ال SH عندنا هي بتتنطق ايه؟ شين. أحط الشين فين؟ في دماغي. برافو عليكم. وبعد كده عندنا حرف ال A. حرف ال A بيتنطق ألف. ألف مد، يبقى شين وألف تبقى إيه؟ شا. طيب وبعد كده عندنا حرف الآر. حرف الآر بيتنطق، ها اللي حفظ الحروف ونطق الحروف في الفيديو اللي فات، حرف الآر بيتنطق راء. برافو عليكم. يبقى شا، وأثبت معاه حرف الراء يبقى شار. وعندنا حرف الكي بيتنطق كاف، يبقى على بعضها اسمها شارك. يبقى ال اس اتش زي ما احنا قلنا بيتنطق شين، في زي كلمه شارك. شارك يعني ايه؟ يعني سمك القرش. بعد كده عندنا حرف سي اتش. حرف سي اتش بيتنطق تشا. السي اتش بيتنطق تشا، زي كلمه ها هننطقها نستهجها واحده واحده مع بعض. سي اتش بيتنطق تشا، حطها في دماغي. وبعد كده عندنا حرف الاي بيتنطق ألف زي ما قلنا، يبقى تشي. والآي بيتنطق يا. وعندنا حرف الآر بيتنطق را. نشبكهم كلهم مع بعض، ها يبقى الكلمة اسمها تشير. كلمة تشير زي كلمة تشير يعني كرسي. بعد كده عندنا حرف كي اتش. حرف الكي اتش بيتنطق خاء. الكي اتش بيتنطق خاء زي الكلمة اللي قدامنا ديت، ها الكي اتش خاء. وعندنا الاي بتنطق الف مد تبقى خاء. وبعد كده عندنا حرف ال، حرف ال بيتنطق لام. وبعد كده حرف الاي بيتنطق ها ياء. ونشبك معاهم حرف الدي بيتنطق ها دال. برافو عليكم. يبقى اسمها خالد، اسمه ولد خالد. جميل جدا. بعد كده عندنا حرف جي اتش. الجي اتش بيتنطق ها مع بعض بيتنطقوا غين. الجي اتش بيتنطق غين زي كلمة ها غا دا. غا دا غادة، اسم بنت غادة. جميل جدا. البي اتش، حرف البي اتش بيتنطق فا. البي اتش بيتنطق فا زي كلمة ها فو، ها برافو عليكم. تو، فوتو. فوتو اللي هي يعني صورة. يبقى البي اتش زي ما قلنا بيتنطق فا زي كلمة فوتو. التي اتش آخر حرف معانا في الحروف اللي هي الصغيرة، تي اتش. تي اتش بيتنطق يا إما ذا يا إما ثا. برافو. زي كلمة this، كلمة this أو كلمة thanks. this thanks. جميل أوي. بعد ما استعرضنا وعرفنا الحروف اللي هي الصغيرة، هناخد بقى بعد كده الحروف الكبيرة. أول حرف معانا هو T-I-O-N. T-I-O-N بيتنطقوا على بعض كده، الأربع حروف دول بيتنطقوا شن. T-I-O-N بيتنطقوا شن، زي كلمة اكشن. اكشن اكشن اللي هو فعل ايه؟ الحركه. بعد كده عندنا اس اي او ان. اس اي او ان مع بعض بيتنطقوا جن. بيتنطقوا جن زي كلمه اكس بلو جن. اكسبلوجن. اكسبلوجن يعني انفجار. الاس اي او ان لو جينا لاحظنا هنلاقيها زي تي اي او ان، الاثنين زي بعض، بس مع اختلاف ان
التي ها والاس، التي والاس، عشان ايه؟ يبقى سهل الحفظ عليكم، تعرفوا ان تي اي او ان هي شبهها اس اي او ان. بعد كده عندنا تي يو ار اي، التي يو ار اي مع بعض بيتنطقهم تشر، بيتنطقهم تشر، زي كلمه ها بيكتشر، زي كلمه بيكتشر، كلنا عارفين طبعا ان كلمه بيكتشر يعني صوره. عندنا بعد كده اس يو ار اي، اس يو ار اي بيتنطقهم جر، الاس يو ار اي بيتنطقهم ايه؟ جر. ها مين يحاول يقرا بقى الكلمه ديت؟ ها برافو، مي، بعد كده اقول ايه؟ جر. ها مي جر، ميجر، كلمه ميجر بمعنى يقيس. برضو لو جينا لاحظنا هنا ان تي يو ار اي ها زي مين؟ اس يو ار اي، الاثنين زي بعض برضو مع اختلاف التي والاس. تمام. عندنا بعد كده سي اي اي ال، سي اي اي ال بتتنطقهم شول او شيل، شول او ايه او شيل، زي كلمه سبيشال، سبيشال، او كلمه سوشيال، يا اما سبيشال او سوشيال. طبعا سبيشال بمعنى خاص او مميز، حاجه مميزه، وكلمه سوشيال زي ما هي في كلمه سوشيال ستاديز اللي هي ماده الدراسات الاجتماعيه. عندنا بعد كده تي اي اي ان تي، تي اي اي ان تي او سي اي اي ان تي، الاثنين بيتنطقوا معانا شنت، تي اي اي ان تي او سي اي اي ان تي بتنطقهم شنت، زي كلمه ها هنحاول برضو مع بعض وهننطقها مع بعض، ها بيشنت، بيشنت، بيشنت يعني مريض او بيجي بمعنى صبور، بيشنت. جميل جدا، برافو عليك. بعد كده عندنا اخر حرف معانا هو سي اي او يو اس، سي اي او يو اس بيتنطقهم شس، سي اي او يو اس بيتنطقهم شس، زي كلمة ها delicious، delicious يعني لذيذ الطعم. بعد ما استعرضنا كل الحروف المركبة ها وزي ما حفظتوا معانا قبل كده الحروف ونطق الحروف العادية، لازم برضو هنحفظ مع بعض الحروف المركبة ديت عشان لما تقابلنا أي كلمة في اللغة الإنجليزية نعرف نقرأها بكل سهولة ويسر. إن شاء الله انتظروني بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.